وأوضح معالي وزير الصحة وأوضح معالي وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، ونوه بإقامة مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيا والباسيفيك في جاكرتا، لما لهذه المسابقة من أهداف سامية ينعكس أثرها على الجيل الجديد من أبناء المسلمين، مزجيا شكره لفخامة الرئيس الدكتور الحاج سوسيليو بان بانغ يودو يونيو رئيس الجمهورية الأندونيسية على رعايته حفل الختامي الجمعة الماضية.